ويسعدني ان يكون معايا رئيس مجلس الاعلاميين الدوليين الدكتوره فاتن شركس. بقول لحضرتك منوره الدنيا كلها. الف شكر لحضراتكم وجودكم اللي دايما بيسعدنا وبيسعد المشاهدين كلهم بقناه الشرقيه، ووجودك انت بالذات الاعلامي الكبير والصحفي المتالق النجم محمد سعد. ده كتير عليا والله يا دكتوره. لا لا ابدا، ده قليل، لان انا ما قدرتش اقول اكتر من كده. تسلميلي. النهارده زي ما عودتينا ندوه مختلفه، المره دي بقى الشباب. كنا معاكي في ندوه المراه والنهارده الشباب. تقولي ايه عن ندوه الشباب النهارده؟ والله هو بص، الشباب هو المجتمع نفسه، لان الشباب اذا كان رجل او مراه، شاب او شابه يعني، فهو رجل المستقبل والزوجه والام والحبيبه برضه للمستقبل. وسيادة الرئيس طبعا فخامته دايما بيدعي للشباب، بيقول الشباب ثم الشباب ثم الشباب، هو ما بينساش حد بس دايما بيدعي للشباب. فاحنا ماشيين على درب رئيسنا، وبرضه بنقول الشباب في المجتمع. فكان من الضروري ان احنا نخدم المجتمع والشباب في البيت وبره البيت. والشباب الفنيين بقى، شباب الفنيين اللي هم عملوا حاجه كويسه نقول لهم الف شكر و100 تحيه ونرفع لهم القبعه. والفنانين اللي عملوا حاجه وحشه سلبيه مش ايجابيه نقول لهم الف شكر. لا مالناش دعوه بيهم خالص بقى. ما هو بنقول لهم الف شكر وبعدوا عننا، مش كده برضو؟ وبعدين انا عارفه ان ده دورك على فكره، من خلال المجله انت بتعمل كده. فمن الضروري ان احنا نتعلم منك. يعني البرنامج كمان. والبرنامج. الله يا فندم احنا اللي بنتعلم. لا لا, لا لا بجد فعلا، يعني المجله انا بحبها. والبرنامج بقعد قدام الشاشه عشان اتابعه واسمع واقعد اتحايل عليك ان انت تبعت لي نسختي. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يدوم علينا نعمه ويدوم علينا شبابنا ويدوم علينا رئيسنا ونعمل اكتر واكتر ان شاء الله. يمكن من المحاضرين النهارده في الندوه او المتحدثين المخرج الكبير هاني اسماعيل، طبعا صاحب الاعمال العظيمه. أيوة. وصاحب النماذج القدوة اللي قدمها من خلال اعماله. أيوة. هو بيشغل منصب رئيس لجنة الفن والدراما بالمجلس. رئيس لجنة الفنون والدراما بمجلس الإعلاميين الدوليين. وأنا اخترت الفنان، أنا عايزة أقول الفنان قبل المخرج على فكرة، لأن ممكن مخرج بس ملوش لمساته الفنية، لكن دكتور هاني إسماعيل فنان قبل ما يكون مخرج، فليه لمساته الفنية. يعني إحنا لو جبنا حاجة أنا هختار لك عمل، مش هختار لك 100 عمل، لأن هو عنده آلافات. زي سوق العصر، سوق العصر لو انت بصيت ورجعت فيه القصه كلها قايمه على الشباب، واللي كان بيحصل زمان قبل ما يكون عندنا حد رئيس يقود ليه روح حلوه بتقود الشباب فعلا. فانا اخترت الفنان والمخرج المتالق الدكتور العظيم هاني اسماعيل لهذا المنصب، لان هو اكتر حد هيدي فيه. مكرمين بقى النهارده تقولي عنهم ايه؟ شوف، انا ممكن ما يكونش المكرمين نجوم فايف ستار، لكن انت عارف بدون ذكر اسماء في فنانين فايف ستار و مؤثرين. غير مؤثرين؟ لا مش غير مؤثرين، لا ده ليهم حاجات طاقات سلبيه هدام على المجتمع وعلى شبابنا. شبابنا بيقلدهم. انا بخاف لو انا عندي بنت واحده، بس لو انا ربنا يخليك لو عندي ولد هخاف ان هو يتفرج عليه لان هيقلده. فانا مش حابه ده، انا حابه الفنان المحترم الشاب اللي انا هقدر اقول عليه نجم المجتمع بكره، نجم الشاشه ايا كان سينما او مسرح او تلفزيون، وده هتشوفوه من خلال الفيلم اللي انا هعرضه ان شاء الله على الشاشه واللي حضرتك ان شاء الله هتقدمه لنا ان شاء الله. طبعا يعني انا بشكرك جدا دكتوره فاتن شركس رئيس مجلس الاعلاميين الدوليين على كل مجهوداتك الحقيقه في كل المجالات، الاعلام والدراما وكل شيء الحقيقه بتمتعينا. أنا كمان نائب رئيس حملة دعم الرئيس للسياسات وكمان للعلاقات الخارجية. مكسب طبعا لمصر وجود حضرتك في اللجنة دي. تحت تراب رجلين أي مصري بس بيحب مصر، لكن لو مصري وما بيحبش مصر يغور في داهية. بس حيا حضرتك طبعا، بشكرك جدا وبالتوفيق دايما. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك.